في 90 يوم. ها نحن اليوم بعد أن هيكلنا الكتابات الجهوية وهنا أحم. نعتقد قدرة الحزب من عدمها عندها علاقة بتاريخ الحزب. احنا ما عمرنا من طلقنا من أننا لن ندخل إلى معركة إلا إذا كانت مضمونة، وهذا اللي ميزنا. الآن تجري انتخابات جزئية في عدة دوائر في المغرب. الحزب الحاضر بقوة في أغلبية الدوائر هو الاتحاد، لأننا تنعتبرها أولا محطة للتواصل مع المواطنات والمواطنين، تنعتبرها محطة لتطوير العمل السياسي ولتقريب المواطنين، نوع من التوعية والتثقيف للمواطنين والمواطنة، زين تقوى في كل منا، لأن تنوليو نتذكروا في القضايا العامة عوض أن نتذاكر فقط في قضايانا الشخصية أو مصالحنا. ولذلك احنا رهاننا أكبر ولن نتوانى ولن نتراجع. جينا أمامكم اليوم، قلنا لكم دوائر للاتحادين مسؤولين فيها وحزب موحد وكذا، احنا غناخذوا فيها المعركة. والدائرة اللي عندنا فيها ضعف صريح، كاين اختلاف ما بين الإخوة، رحنا عجزنا عن تقديم مرشحين فيها. الضمانة هي التاريخ. الحزب كان في المسؤولية بداية استقلال البلاد، حكومة عبد الله إبراهيم الشيخ عبد الرحيم بوعبيد على رأس وزارة الاقتصاد، كانت تجربة لا زال المغرب يتغنى بها ويتذكره. الحزب مرة ثانية تحمل المسؤولية بعد السكتة القلبية في شخص أخينا المرحوم كذلك سي عبد الرحمن اليوسفي، ويذكر المغاربة كم من المكتسبات وكم من الوعود التي تحققت. ما لا شك فيه أن اختلاط الحابل بالنابل في السياسة، ومعيشتنا في ظروف معينة خلى شوية الغموض واللبس يكون. حنا تنراهنوا حنا تنديروا العمل السياسي ماشي باش نكونوا غدا ناجحين أو نكونوا غدا في الحكومات أو نكونوا، أنتم تذكرون أننا نحن من رفض الحكومة، نحن من خرج بتلقائي المعارضة حتى عندما يطلب منا أن نشارك من طرفه. لذلك تنعتبر على أن قدرنا هو هذا، وحنا غادي نمشيو فيه، غادي نمشيو فيه، والرأي العام غادي يكون هو الحكم. مرة أخرى يجربنا، ياك جرب هاد الناس ما يزيد على 15 أو 20 سنة دابا، وراه جرب التجربة ديال الاتحاد الاشتراكي في الدار البيضاء في المعارف، جرب هاد الناس الاتحاد الاشتراكي في المحمدية، جرب الناس الاتحاد الاشتراكي كذلك في عين الشق في واحد المرحلة ولو أنها قصيرة. يديروا الناس المقارنات، ومما لا شك فيه غادي يعرفوا شكون اللي وعود ووعود حقيقية أو غير حقيقية. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.